حققت قناة سكاي نيوز عربية على مدار 10 سنوات الريادة في ركب القنوات الإخبارية عبر مواكبتها لأحدث المتغيرات التكنولوجية التي أحدثت ثورة في عالم الأخبار. حافظ يعني مشهد مهيب. أهلا بكم إلى سكاي نيوز عربية. بدأت سكاي نيوز عربية بثها على أقمار النايل سات وعرب سات فقط، واليوم أصبح البث على أغلب الأقمار الاصطناعية لتصل إلى أكثر من 50 مليون منزل بالدقة العالية. سنة تلو أخرى حرصت سكاي نيوز عربية على تحديث الأنظمة المستخدمة لتسهيل آلية العمل بين الصحفيين عبر خدمة الدخول على المواد المسجلة على خدمات سحابية لإنجاز الأخبار والتقارير بسرعة فائقة. طورت سكاي نيوز عربية آلية ظهور المراسلين على الشاشة بأحدث تقنيات G4 والG5 لمواكبة الأخبار وقت حدوثها. وفقا لمراقبتنا هنا على الأرض، اليوم مراسلو سكاي عبر هواتفهم ينقلون الخبر فور وقوعه من شاشة سكاي نيوز ومنصتها الرقمية. قاموا بضربي هنا على الهواء. سيعتذر عن تأليف الحكومة، بالتالي هذا السيناريو. ولإثراء شاشة سكاي نيوز عربية تمت الاستعانة بأكبر فيديو وول في قناة إخبارية في الشرق الأوسط. أطلقت سكاي نيوز عربية خدمتها الإذاعية لتصل لأكبر جمهور، وبعد 10 سنوات استطاعت أن تحقق الريادة في عالم البودكاست بأكثر من 1 مليون مستمع وعشرات البرامج التي تبث على الراديو والبودكاست في آن واحد. صحتي النفسية ليست رفاهية، نفسيتي. توسعت سكاي نيوز عربية في استوديوهاتها لتقدم لمشاهديها الأخبار بأحدث التقنيات، مثل تقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR التي ترتكز على اصطناع مشاهد جديدة كلياً لأهم الأحداث الإخبارية. تحرص سكاي نيوز عربية على عرض برامج ومحتوى برؤية إبداعية مع التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتمكين جمهورها من تجربة مشاهدة فريدة تدمج بين الإعلام الرقمي والتقليدي، لتقديم محتوى يواكب تطلعات متابعيها ويؤهلهم للاطلاع المستمر على آخر التطورات والأحداث. من خلال بث برامج عبر منصاتها الرقمية والشاشة في وقت واحد وبأسلوب تفاعلي يتيح للجمهور إبداء آرائهم، وحرصاً من سكاي نيوز عربية على تقديم كل ما هو جديد يواكب تطلعات مشاهدي الشاشة ومتابعي المنصات الرقمية الذين يتجاوز عددهم 20 مليون متابع، أصبح البث على شاشاتها بشكل عمودي مبتكر بالتزامن مع طريقة العرض الأفقية التقليدية، الأمر الذي مكنها من الحصول على لقب القناة الأسرع نمواً في التحول الرقمي. سكاي نيوز عربية 10 أعوام من الابتكار.